مساء الخير على حضراتكم واهلا بكم. في عام 2014 قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع 3 ملفات ساخنه على عاتقه. ملفات تعد من الاهميه والصعوبه في ان واحد، وده لانها عانت بالفعل من اهمال كبير على مدى سنوات طويله ماضيه، ادت بطبيعه الحال لزياده المشاكل فيها من ناحيه وزياده معاناه المواطن نفسه من ناحيه اخرى. الملفات دي هي المناطق العشوائيه، الريف وصعيد مصر. وللعلم بقى انه تم انفاق اكتر من 350 مليار جنيه على هذه الملفات من سنه 2014 ولغايه شهر يونيو الماضي 2021. والحقيقه بقى ان الدوله ما عندهاش مشكله ابدا انها تصرف اكتر من كده في سبيل وصول المواطن للرضا التام. النهارده عدد كبير من هذه الملفات تم انجازها على ارض الواقع والحمد لله. واللي بنشوفه دلوقتي من افتتاحات هو جني ثمار لفترة طويلة جدا من التخطيط ومن العمل المستمر ومن الجهد الدؤوب، وده لإتمامها في أسرع وقت ممكن. وملف الصعيد واللي بنشوفه خلال هذا الأسبوع من افتتاحات مستمرة فيه كان من أكتر الملفات الشائكة، لأن أهالي الصعيد أنفسهم من كتر المشاكل لجأوا للهجرة الداخلية، بيدوروا على فرصة عمل، بيدوروا كمان على معيشة أفضل، بيدوروا على حياة كريمة لائقة. عشان كده الدولة دلوقتي بتوفر فرص عمل في الصعيد، وده طبعا من خلال المشروعات اللي بيتم إنجازها على أرض الصعيد كل يوم، وكمان بتعيد إحياء البنية التحتية لكل مدن ولكل محافظات الصعيد عشان المواطن نفسه يشعر بمستوى معيشة لائق كما ينبغي أن يكون، وكمان تبقى مدن الصعيد مدن جاذبة للاستثمارات. النهاردة الدولة بتمكن المرأة في مشروعات الصعيد اقتصادياً، وبتقدم خدمات صحية وتعليمية تليق بمواطن مصري عظيم. النهاردة بنشوف جامعات، بنشوف مدارس بتسهم في تخريج جيل جديد عمره أبداً ما يفكر يسيب مكانه، لأن الوظيفة متاحة ومضمونة كمان. النهاردة الصعيد بيشهد مولد صعيد جديد لائق بأبنائه. تعالوا نشوف عرض معلوماتي عن أهم المشروعات النهاردة ونرجع نكمل مع حضراتكم.
هنتوقف دلوقتي على أبرز رسائل الرئيس النهاردة، والحقيقة أنها كانت رسائل تشجيعية ومحفزة لكل المستثمرين. يعني النهاردة من أبرز رسائل الرئيس رسالة لكل مستثمر ناجح أو متعثر بأن الدولة لن تتركه، لكن الدولة هتساعده في النهوض من التعثر عشان تساعده أن هو يشتغل مرة تانية. شعار الدولة النهاردة أنك تعمل وتجتهد، وكل مجتهد هيكون له نصيب فيما تقدمه الدولة. كمان لو عنده مصنع غير مرخص هيتم تقنين وضعه، لأن الهدف الحقيقي اللي الدولة بتسعى له هو التشغيل. كل اللي عايز يشتغل الدولة هتساعده وكمان بتقف بجنبه، على شرط واحد، هو أن يثبت حسن نيته. تعالوا نسمع ونشوف الجزء ده. يا جماعة، دي ناس حاولت تشتغل حتى لو كان طريقة العمل بتاعتها دكتور مصطفى مش مظبوطة يعني. طب أنا ما هخليه مظبوط، يعني القضية بتتعمل عشان هو مخالف، طب ما انا اشرع عنه، اقنن له وضعه، اعمل له بقى، اروح واخده ده على طول، اقول تعالى حاضر، احنا انا اسف يعني مسكناك غلط، تعالى نعمل الصح. يعني انا هقول لك على حاجه دكتور نيفين، ما اعرفش الكلام اللي هقوله ده مناسب ولا لا دكتور مصطفى. يا جماعه، لو انتوا النهارده مسكتوا مثلا مجموعه مصانع في القاهره، طب اقرب منطقه صناعيه للمنطقه دي ايه؟ ما دي اكيد حاجات تحت يعني معموله كده يعني. طب ما تعالى في المكان ده واشتغل ونقنن له وضعه، ومش بنقنن له وضعه عشان ناخد منه حاجه، وانا بقولها لكل اللي بيسمعني، اوعى تفتكروا ان البلد هدفها انها تستجدي ضرائب. لا، احنا مش عايزين حد مننا يغلط، مش عايزين حد مننا يبقى في مواجهه القانون، مش بنصيد لك الغلط، بالعكس احنا بنحاول بالكلام اللي احنا قلناه ده، وان احنا نقول ايه، انت حاولت، حتى لو حاولت غلط احنا معاك ان انت تحاول، بس مش معاك انك انت تعمل ايه، تعمل غلط. الغلط طبعا حضراتكم عارفين او فهمتوا سيادة الرئيس بيقصد مين. باختصار كده، ما حدش يشتغل يعني في الخفاء، اشتغل في النور. عشان لما تشتغل في النور وتبقى مرخص، معاك الرخصه، معاك ما يثبت حسن النيه، هتقدم منتج صالح للاستخدام، مش هتقدم منتج المجتمع ممكن يتضرر منه. فده مهم جدا انك تثبت حسن نيتك، انك عايز تقدم منتجات بالفعل صالحه للاستخدام الادمي، وليست منتجات من الممكن ان تصيب اي مواطن يستخدمها بالضرر. فمهم جدا ان يقوم اي فرد عنده نيه الشغل الحقيقي ان هو يقنن اوضاعه، ده هيكون لصالحه ولصالح المجتمع باكمله. عن المناطق الصناعية بقى في الصعيد، السيد الرئيس أشار إلى ترفيق 20 منطقة صناعية داخل الصعيد، وإتاحة المجمعات الصناعية لمن يرغب في الاستثمار. تعالوا نسمع ونشوف كده الجزء ده ونرجع لحضراتكم. أنتوا بتتكلموا على إجراءات بيروقراطية بيقابلها المواطن، وهو طبعاً وإحنا كنا اتكلمنا في النقطة دي، وقلنا يا جماعة إدوا للمواطن أو للمستثمر الحاجة خالصة، هو عايز يشتغل فيه، الترخيص بتاعه ايه؟ ما احنا اتفقنا ان ما يجيب التراخيص. حاضر حاضر. وبرده التمويل. يبقى انا النهارده بقول له تعالى الحاجه بتاعتك اهي، وانت بالطريقه ديت ممكن تخش تاخد تمويل منخفض التكلفه، مش كده؟ مش كده؟ ايوه. للبنك، ثم بعد كده هنقول له طب احنا هنقدر نساعدك ازاي في انك انت تسوق منتجاتك. احنا ما عملناش كده صدقيني دكتور مصطفى، احنا مش هنقدر نحقق النجاح اللي احنا بنتمناه، لان هو انا هفترض ان هو عارف، لكن انا هبقى عارف اكتر منه بحكم ان انا شايف خريطه البلد والمطالب اللي موجوده ايه، سواء كانت مشروعات تتعمل او حجم الطلب عليها، لان ممكن اعمل مشروع وحجم الطلب فيه ما يبقاش كتير، فانا محتاج ان انا اقيم المسار. المجمعات الصناعية بشرة خير لأهالي الصعيد. معنا دلوقتي اللواء محمد زلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. أهلا بحضرتك. حضرتك طبعا كنت موجود النهاردة في هذه الزيارة المهمة، قولنا كده في البداية هي الحوافز الاستثمارية اللي بتقدم لتشجيع الاستثمار داخل الصعيد. هو طبعا أولا احنا بنبارك لأهالي الصعيد على المجمعات الصناعية، الخمس مجمعات صناعية اللي سيادة الرئيس افتتحها النهاردة، وطبعا دي بشرة خير لأهالي الصعيد وفي اطار صفه الدوله لتنميه الصعيد. اهم الحوافز طبعا النهارده
استعرضتها معالي الوزير في التجاره والصناعه نبيل جامع. كان احنا اولا طبعا كان بيتاخد كميه تكاليف معياريه موجوده اللي بيقدم على اي وحده، كان بتبلغ حوالي 57,000 جنيه، كل ده اتخفض الى حوالي 10,000 جنيه. كان قبل كده بيتقدم دراسه جدوى ودراسه فنيه كبيره، وفي طلب من كل مستثمر ان هو بيجي يقدم. النهارده دراسه الجدوى دي عملناها بالظبط ورقه واحده، والدراسه الفنيه ورقه واحده موجوده في كراسه الشروط والمواصفات. اللي عندنا اكثر من نظام اتحناه للمستثمرين ان هو ممكن ياخد الوحده بالايجار، ياخدها تمليك او بالايجار اللي بينتهي تمليك. برضو كان من ضمن الشروط والاجراءات ان هو لازم يكون حصل على سجل تجاري. الكلام ده احنا قلنا لا، احنا بيقدم ببطاقته الشخصيه علشان برضو ما نسمحش ان يكون في، منعنا التوكيلات علشان ما يسمحش ان يكون في حد ياخد اكثر من وحده، او ان يكون في مجال ان هو ما يستغلش وياجرها او يبيعها لتاني. طبعا اكبر حافز كان النهارده اللي اتعرض هو تخفيض السعر للوحدات الموجوده في المجمعات الصناعيه، ودي طبعا انخفضت بنسبه 40%، وده حد ذاته انجاز. برضو من ضمن الحاجات ان في توافر اكثر من بنك توصل 8 بنوك، عملنا بروتوكولات معاهم ان هم في حاله المستثمر اللي بيحتاج تمويل بالاضافه الى جهاز المشروعات الصغيره والمتناهيه الصغيره. طبعا حوافز كثيره، كان برضو اللي عنده مشروع وممكن ان هو عايز مساحه كبيره ممكن بيوصل ان هو بياخد 8 وحدات لغايه 8 وحدات ويفتحهم على بعض علشان يكبر المشروع. زي ما انا قلت عندنا اكثر من نظام، النظام اللي هو نظام الايجار، نظام التمليك، والنظام الايجار اللي بينتهي تمليك. اول 6 اشهر ما بناخدش منه فلوس خالص، احنا بنسيبه ان هو يبدا يخلص اجراءاته ويجيب المعدات والالات بتاعته وبيشتغل. وبيناهم برضو ادينا فتره سماحيه 3 اشهر، يعني احنا زودناه لغايه 9 اشهر، بس احنا بنشوف الثلاثه الزياده. طب مدى جديه المستثمر؟ قال ان هو شغال، جاب حاجته تمويل متاخر في اي حاجه، فبنديله فتره السماح. طيب بالنسبه للمتعثرين، الهيئه بتساعد المتعثر ازاي؟ اي متعثر طبعا احنا بنشوف ايه نوع التعثر اللي موجود عنده. اذا كان هو في الاجراءات بتاعته في التمويل، اولا احنا في بعض، في احنا طرحنا قبل كده 7 مجمعات صناعيه. 7 مجمعات صناعيه اللي احنا طرحناهم قبل كده احنا ما سبناش المستثمر لوحده، لا احنا بالعكس كنا دايما بنتواصل معه ونشوف ايه. في ناس كانت بتتعثر ان هو محتاج التمويل، لسه ورقه ومخرجه التمويل، محتاج مشاكل في الالات والمعدات. في ناس بعد ما اخذت وبدات تشتغل عندها مشكله في التسويق. كل الكلام ده احنا بنشوفه، بنحصره وبنساعد المستثمر، بنتواصل معاه على طول. احنا مجرد ان احنا بنديله الوحده وخلاص، لا انا بتواصل معاه بشوف ايه مشاكله وبنحلها له. يعني التمويل اذا كان في اي بنك او بنتواصل معاه، زي ما انا قلت ان في بنوك احنا عاملين معاه البروتوكول. طبعا جهاز المشروعات الصغيره والمتناهيه الصغر ما يعني ما بيدخلش جهد ان هو بيخلص اي مستثمر بالنسبه للتمويل. اي مشكله ثانيه في المعدات، في الميه، في الكهرباء، الكلام ده كله احنا بنخلصه معاه وبنتعاون معاه. مش عايز اعطل حضرتك، انا عارفه ان حضرتك في طريقك للقاهره، بس اخيرا كده الخطه الاستثماريه لتنميه الصناعات في الصعيد يعني واصله لفين؟ هو طبعا احنا اللي انا عايز اقوله ان سياده الوزيره النهارده استعرضت التنميه وتطوير المناطق الصناعيه القائمه وانشاء مناطق صناعيه جديده. الخطة التحرك الرئيسية لوزارة التجارة والصناعة، أول حاجة اللي هي بتتضمن تحديد الأنشطة الاقتصادية المستهدفة وفقا لطبيعة الجغرافية لكل منطقة. طبعا الحاجة الرئيسية اللي احنا بنستهدفها هو تعبيق التصنيع المحلي. احنا عندنا 3 محاور للخطة وزارة التجارة والصناعة. المحور الأول هو استكمال ترفيه ال 20 منطقة صناعية اللي هي موجودة، ودي كان عرضنا احنا طبعا في بعض المناطق اللي هي خلاص قربت على الانتهاء والباقي ان احنا بنشتغل فيه، بالاضافه ان احنا عندنا 4 مناطق صناعيه بنرفعهم في قنا وسوهاج، ده بتعاون في بنك التنميه مع بنك الدولي في التنميه، مشروع التنميه المحليه. المحور الثاني احنا عندنا الفرص الاستثماريه، احنا عندنا حددنا حوالي 234 فرصه استثماريه موجوده في الصعيد،
دي متنوعه في الانشطه المختلفه، ودي اللي احنا بنحاول نطرحها على المستثمرين اللي هياخدوا في المجمعات الصناعيه دي. طبعا احنا حطيناها بناء على الصادرات، على حجم الواردات اللي موجود عندنا، وشفنا ايه الواردات اللي احنا بنستوردها، وان هي بتستوردها بمبالغ كبيره ان احنا ممكن ان احنا نعملها في وقت قصير هنا. المحور الثالث هو طرح المجمعات الصناعيه. احنا عندنا في الصعيد 10 مجمعات صناعيه، اتفتح منهم 5 النهارده. العشرة دول طبعا دول هيحققوا طفره في الصعيد. نعم، بشكرك شكرا جزيلا اللواء محمد زلاط رئيس هيئه التنميه الصناعيه على هذه الايضاحات. والحقيقه ست اللواء كان حاضر النهارده هذه الافتتاحات. اللي اقدر اقوله ولازم اعلق بصراحه، ما اقدرش اسكت، ان الناس اللي هتبدا تشتغل الدوله بتساعدكم بكل ما تستطيع من جهد. الناس اللي قبل كده اللي تعفرت واللي تعبت واللي فعلا ما كانش لها حظ انها بدات في ظروف مختلفه فتعثرت، لا الدوله مش هتسيبكم، الدوله هتساعدكم عشان تنهضوا مره تانية. الهدف الحقيقي لازم يكون واضح، الدوله بتساعد على انك تعمل، انك تساهم في الانتاج. لازم نكون دولة منتجة وليست مستهلكة، دولة تصدر ولا تستورد، أكيد هنفرق كتير. الحقيقة بقى كمان مبادرة حياة كريمة كانت بمثابة العصا السحرية اللي غيرت وجه الصعيد في خلال 3 سنوات فقط. طيب يا ترى قدمت حياة كريمة إيه لمحافظات الصعيد؟ ده سؤال بطرحه دلوقتي على أستاذة شيماء كمال، منسق مركزي بغرفة عمليات حياة كريمة. مساء الخير يا أستاذة شيماء. اهلا بيكي، قولي لنا غيرت ازاي حياه كريمه في صعيد مصر اقتصاديا واجتماعيا؟ اوجه التنميه اللي اتقدمت ولا لسه بتقدم لغايه دلوقتي؟ الحقيقه ان حياه كريمه من اهم المبادرات اللي اطلقها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنميه وتطوير الريف المصري. بدانا من المرحله الاولى لما استهدفنا القرى اللي كانت نسب الفقر فيها 70% فاكثر. بعدين المرحلة الثانية اللي احنا بالفعل شغالين فيها، ودي اللي استهدفنا فيها القرى اللي نسب الفقر فيها من 50% ل 70%. مشروع حياة كريمة في مرحلة الأولى ساهم بشكل كبير جدا في تحسين الحياة لعدد كبير من القرى، وده كان على مستوى الجمهورية. بعد النجاح ده قدرنا ان احنا دلوقتي في قرى حياة كريمة وبالذات داخل الصعيد من خلال المشروعات الخدمية اللي بيتم تنفيذها، واللي بيتم تنفيذها مش بس كده، لا بمواصفات عالمية. وشفنا بالفعل على أرض الواقع إن قرى الصعيد ما بقتش مهمشة، لا دي بقت هي المستفيد الأول من مشروعات حياة كريمة، وبقى في استحواذ كبير جدا منها على النصيب الأكبر من المشروعات. احنا كنا بيتم تنفيذ الحياة كريمة في 52 مركز، يعني بحوالي 1436 قرية. بس بعد زيارة سيادة الرئيس وتوجيهه بضم قرى مركز أسوان بقينا 53 قرية، فبالتالي عدد القرى كمان زاد. وده يعني نشوف ازاي رؤية سيادة الرئيس ان هو وجه بده وشاف بعينه مدى احتياج القرى دي. اشتغلنا في القرى في محافظة أسوان ومتابعة الأزمة اللي بالفعل لسه كمان مستمرين فيها، ودعم الأهالي والقرى المتضررة. كمان دلوقتي شغالين على المحاور الأساسية لينا كحياة كريمة، من سكن كريم، من بنية تحتية، من خدمات طبية وتعليمية وتمكين اقتصادي وتدخلات الاجتماعية. يعني لو شفنا مثلا زي مشروع الصرف الصحي ازاي بيضمن للمواطن حماية من الأمراض، مشروعات شبكات المياه من إحلال وتجديد، وازاي دلوقتي بيضمن ليهم في قرى الصعيد ان هم يوصل لهم مياه نظيفة. ده طبعا من غير تعب ومن غير جهد. كنا الأول بنشوف إن المواطن ممكن يروح من قرية للتانية علشان يتوفر عنده مياه نظيفة، أو من القرية للمركز كمان. ده صحيح. وصرف صحي كان في معاناة، صرف صحي، مية، كهرباء، الناس كانت في هجرة يعني هجرة داخلية، كان أكتر الأماكن اللي فيها هجرة داخلية. هل إحنا دلوقتي بنستهدف إن إحنا نرجع الشباب اللي هاجروا، ولا إن إحنا نحافظ على المتبقي؟ الخطة عاملة إزاي؟ الخطة بتشمل كل حاجة. يعني التنمية بالنسبة لنا مش بس ان احنا كمشروعات بنية تحتية، لا ده الحياة كريمة بتشمل كمان ادراك حاجات جديدة مستحدثة زي الغاز الطبيعي. في قرى بالفعل تم ادخال غاز طبيعي ليها. في كمان مشروع ان احنا ندخل للقرى المستهدفة شبكة الالياف الضوئية عشان نوفر انترنت فائق السرعة ليهم. ده هيساهم في ايه؟ هيساهم في الخدمات اللي هيتم تقديمها، التعليم عن بعد،
حياه كريمه مش بس بتوصل المرافق ولا على كده، لا احنا بالفعل بنعمل تدريبات وعملنا بالفعل خطه كامله مع وزاره الاتصالات عشان المواطن يعرف ازاي يستخدم التكنولوجيا بشكل اكبر، ازاي يستفيد من التحول الرقمي. يعني لو شفتي دلوقتي ان في مجمع خدمي بيتحط في كل قريه ام بيخدم على كل القرى التوابع ليها. المجمع الخدمي ده بيكون في شهر عقاري، بريء، سجل مدني، تموين، مركز تكنولوجي، الحاجات دي كلها المواطن كان بينزل من قريه لمركز علشان خاطر يقضي مصلحه واحده بس دي. دلوقتي ده كل ده اتجمع في قريه واحده بس. فده غير طبعا المجمعات الزراعيه، اغلب اللي احنا بننزل فيه قرى وبتعتمد بشكل كبير جدا على الزراعه. اهتمينا بالمجمعات الزراعيه، وحدات بيطريه، ده كله يعني ساهم بشكل كبير جدا جدا. توفير فرص العمل هل بيكون متواكب لتدريب العنصر البشري علشان يبقى مواكب لفرص العمل المتاحه دي؟ طبعا اساسا مشروعات حياه كريمه بتشتغل على ده. يعني المشروع اللي بيدخل القريه المواطن هو المستفيد الاول منه، لان هو بتوفر له فرصه عمل ليه داخل القريه. بيتم الاستفاده بيهم بشكل اساسي وبشكل كبير جدا. بشكرك. بنشوف ازاي بتساهم في تحقيق ان هو عائد كبير جدا ليه وبيشغل وتوفير فرص عمل. الاستثمار في العنصر البشري مهم جدا، يعني التدريب ده مهم قوي، لان هو انا بستثمر في العنصر البشري، كل ما ادربه كل ما يبقى قادر ان هو يشتغل ويبقى عنده ثقه في نفسه، الحقيقه مهم جدا. بشكرك شكرا جزيلا استاذه شيماء كمال، منسق مركزي بغرفه عمليات حياه كريمه. طيب خلينا نبقى على وفاق كده مع بعض، ان النائب هو نقطة الوصل الحقيقية ما بين المواطن والمسؤول. أنا هعرف إزاي إن كل الخدمات اللي بتتقدم دي المواطن نفسه راضي بيها، المواطن نفسه حاسس بيها؟ طب ما هو يمكن يكون محتاج حاجة تانية لسه مش موجودة. نعرف إزاي ده دور نائب مجلس أو اللي هو شيوخ أو البرلمان؟ لازم يبقى فيه مردود لكل الحراك اللي بيحصل من جانب المواطن نفسه، ويصل إلى المواطن ويعرف هل هو وصل بالفعل للرضا التام ولا لسه محتاجين شوية. ده سؤال بوجهه للنائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ. مساء الخير يا فندم. النور يا فندم، ازي حضرتك؟ واهلا بيك واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بيك استاذ احمد. عايز اعرف دلوقتي تاثير المشروعات دي اللي بتجرى على ارض الصعيد، هل واصل للمواطن؟ هل المواطن لسه محتاج مشروعات اكتر؟ بعرف ازاي رد فعل المواطنين؟ طيب عشان نقيم التجربه اللي احنا بنشهدها الدوله المصريه وبشهدها صعيد مصر، خلينا نرجع بالزمن قبل مبادره حياه كريمه وقبل المبادره اللي اطلقها في قامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. طب معايا استاذ احمد؟ الو. طيب احنا هنحاول معاوده الاتصال مره ثانيه بالنائب احمد فوزي عضو مجلس الشيوخ، لكن خلوني اقول لكم ان احنا فعلا يعني لما بنقدم اي مشروع للمواطن لازم يبقى عندي قياس لرد الفعل، لازم اعرف المواطن وصله اللي بيحصل من مشروعات، عارف ان المشروعات دي بتتم عشانه هو، طيب هل هو مهيئ للعمل في هذه المشروعات؟ الجامعات اللي بتقدم في الصعيد، المدارس التكنولوجيه، كل اللي بيحصل من حراك ده علشان نقدم مواطن قادر ان هو يشتغل في هذه المشروعات، وبالتالي يشعر أنه هو في بيئة خصبة صالحة بأن يتواجد فيها ولا ينتقل إلى أي محافظة أخرى. مرة أخرى بيعود إلينا النائب أحمد فوزي عضو مجلس الشيوخ. يا أستاذ أحمد مساء الخير. النور يا فندم. يعني هنرجع بس في الزمن سنتين قبل حياة كريمة، لم يكن المواطن الصعيدي يشعر بأي اهتمام من الدولة تجاهه، وخصوصا في أساسيات أو ضروريات الحياة اللي عشان نقدر نقول إن هناك حياة كريمة. مبدئيا لم يكن هناك صرف صحي، لم يكن هناك مياه عذبة للمواطن، لم يكن هناك شبكة كهرباء يستطيع الشخص أن يمارس حياته الطبيعية من خلالها، لم يكن هناك مستشفيات أو وحدات صحية تتلائم مع حياة كريمة، لم يكن هناك مدارس لأبنائنا والطلبة على الوجه اللي احنا بنأمل فيه، لم يكن هناك شبكة طرق، يعني كل ده ما كانش موجود. لما نقول النهاردة بقى عندنا دولة بتشتغل بيعاد بنائها من جديد، قرى بنمسك القرية بالبلد كده بنقول إن القرية المبادرة بتدخلها ابتداء من الصرف الصحي، الغاز الطبيعي، كابلات الانترنت، الرصف، الكهرباء، الوحدات الصحية، المدارس، كل مجمع خدمات متكاملة في كل قرية أو في كل مجلس قرى. والنهاردة بيخدم المواطن بشكل، يعني عايز أقول لك المباني اللي موجودة حاليا في قرى صعيد مصر
يعني تضاهي المباني الموجوده في العاصمه. كل ده يقيم التجربه على ارض الواقع. التقييم النهارده مش تقييم بالكلام، يمكن قبل كده كان ممكن نتكلم ونقعد نقول ان الدوله بتعمل، الحكومه بتعمل، الرئيس مهتم، لكن النهارده الواقع هو اللي بيشهد على ذلك. المواطن لم يكن في حاله رضا بالحكومه او بالدوله المصريه زي النهارده. مش هنقول ان المواطن النهارده بيشعر انه الحياه بقت يعني خلاص او وصلنا مرحله ان المواطن بقى في رضا كامل، لكن عندنا رضا بالخدمات المقدمه النهارده. كل الخدمات المطلوبه بتتعمل، المواطن بيشاهد على ارض الواقع، وكمان ابنائنا هم اللي بيقوموا بده بايديهم. المشاريع دي كلها بتقوم بايادي مصريه وشركات مصريه وطنيه بالتعاون مع الدوله المصريه، وابنائنا هم اللي بيشاركوا في بناء هذه المشروعات. يعني يمكن احنا كنواب كنا بنعاني مع المواطن، لان المواطن مش شايف حاجه على ارض الواقع. النهارده المواطن بيجي يقول لي بصراحه احنا لا، الدوله مهتمه بالصعيد، الدوله مهتمه بينا، احنا ما كناش بنحلم بالكلام ده، الكلام ده احنا شايفينه على ارض الواقع. ما يحدث في الصعيد هو ثوره، ولكن ثوره للتعمير. قبل كده للاسف الثورات كان معظمها ثورات يعني كان يعني للتخريب او ثورات، لكن النهارده احنا بنتكلم عن ثوره يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء مصر الجديده والجمهوريه الجديده. يمكن المواطن الصعيدي، او مش هنقول المواطن الصعيدي، ابناء الصعيد كانوا بيتكلموا ان الجمهوريه الجديده، هل يا ترى الصعيد هينول جزء من هذا الاهتمام؟ لا، الصعيد بينول الجزء الاكبر في اهتمام القياده السياسيه، وده على ارض الواقع. مهما تحدثنا الواقع يتحدث عن نفسه. المشروعات القوميه الكبرى اللي بتتم في الصعيد تتحدث عن نفسها. حجم الانفاق اللي بتقوم به الدوله المصريه للصعيد لم يكن مسبوق ولم يكن في مخيله اي بشر. يمكن حتى احنا شخصيا، يعني احنا حتى كنواب كنا في بدايه حياه كريمه كنا يعني هل الدوله المصريه هتنفذ كل هذه المشروعات في المده الزمنيه اللي المحدده؟ بالفعل ما حدث هو معجزه بكل المقاييس. الصعيد يشهد طفره غير مسبوقه، المشاريع قومية، بنية تحتية، طرق، كباري، ربط الشرق الصحراء والشرق الصحراء والغرب. يمكن النهاردة لو رجعنا بالزمن سنتين هنشاهد الرئيس أيام ما كان في محافظة، في زيارة لمحافظة قنا وبالتحديد في قرية المرجدة، ودار حديث ما بين الرئيس وأحد المواطنين، فأحد المواطنين بيقول للرئيس إحنا ما عندناش أي حاجة. النهاردة الرئيس بيعود بعد أقل من عامين ليفتتح قرية المرجدة النموذجية اللي اتعمل فيها كل حاجة. ده بيوريك ازاي القياده السياسيه بتشعر بالمواطن، بتشعر بالشارع، عندها اهتمام. ان احنا بنتكلم عن اسبوع الصعيد، لم يكن هناك اسابيع للصعيد، ولم يكن هناك افتتاحات، ولسه في افتتاحات بكره وبعده وبعده، افتتاحات بكره وبعده، وافتتاحات في حاجات كان المفروض للاسف تتعمل من سنوات طويله، لكن المهم انها اتعملت الحمد لله، وان المهم ان المواطن يبقى مبسوط. يعني المواطن في الصعيد يشعر بان الدوله المصريه تضعه على رأس أولوياتها، وده الأهم في الفترة الحالية. ده صحيح. أكيد عندنا حاجات ناقصة، أكيد عندنا محتاجين مصر. وأنا عارفة إن السيد الرئيس مش هيرتاح باله إلا لما المواطن في الصعيد يشعر برضاء التام، وده إن شاء الله قريبا جدا. إن شاء الله. بشكرك قريباً. شكرا جزيلا النائب أحمد فوزي عضو مجلس الشيوخ على هذه الإيضاحات. هنطلع بفاصل قصير ونرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا بكم من جديد. بلغه الارقام كده، يا ترى ايه هي فائده المشروعات اللي بتنفذ على ارض الصعيد؟ وهي الجدوى الاقتصاديه لها والى من توجه؟ برحب بضيفي دلوقتي داخل الاستوديو دكتور احمد رجب، استاذ الاقتصاد بجامعه القاهره. اهلا يا دكتور. اهلا بحضرتك رانيا. خلينا نبدا بالبدايه، يعني ايه فائده المشروعات اللي بتنفذ على ارض الصعيد؟ لاني لسه لغايه دلوقتي المواطن بيسال نفس السؤال، يا ترى احنا هنستفيد ايه؟ نعم. في البدايه احنا يعني كنوع من الدردشه مع حضرتك ومع الساده المشاهدين، هي ايه اصلا مشروعات البنيه التحتيه اللي الناس بقالها 7 سنين بيحكوا لنا عليها دي؟ اول شيء وحضرتك كده تشوفي اي تفتحي اي كتاب اقتصادي يقول لك هي مشروعات البنيه التحتيه، هي اي ادوات او انشطه او خدمات بتيسر وبتزود الانتاجيه في نشاطات ثانيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا لما اعمل طريق انا ممكن الطريق ده العربيات تمشي عليه توصل السلع، ده يبقى ده نشاط او خدمه بتساعد نشاط تاني انه يزدهر. او لما ابني مدرسه، المدرسه في حد ذاتها ملهاش قيمه، لكن هي بتساعد الناس تتعلم فتشتغل، يبقى ده نشاط ليه قيمه. في الاقتصاد بيقول لك في نوعين من البنى التحتيه،
اول حاجه الناس هتفهم كلمتك غلط، المدرسه ملهاش قيمه. قصدك المبنى نفسه ملوش قيمه، لكن نعم. عندما يحول الى مدرسه يصبح له قيمه. نعم. طيب في نوعين من انواع البنيه التحتيه، البنيه التحتيه الاجتماعيه والبنيه التحتيه الماديه. نيجي الاول حاجه البنيه التحتيه الماديه. البنية التحتية المادية زي الطرق مثلا، لما اعمل طرق، لما اعمل كوبري، لما اعمل الحاجات ديت في حد ذاتها هي اصلا بتولد لك خدمة ان انت تمشي على الطريق. لكن مثلا لما ابني مبنى مدرسة، ففي هذه الحالة انا محتاج لسه اكمل العملية. لما ابني مبنى مستشفى ومش عالج الناس، لكن بعد كده هعمل خدمات مساعدة. طيب انت في مصر عملت ايه؟ انت كان قبل مجيء رئيس السيسي الى سودة الحكم كان عندك تشوفي الأدوات، مثلا تشوفي تقارير البنك الدولي مثلا قبل ما يجي رئيس سيسي إلى سودة الحكم، هتلاقي دائما يقولك أربع خصائص بتميز البنية التحتية في مصر. أول حاجة يقولك هي غير كافية، أنت ما عندكش شبكة طرق كفاية، ممكن تغطي القاهرة والجيزة بس يعين الصعيد ما فيهوش، إخواتنا في وجه بحري ما لهمش. ويقولك هي غير مستدامة، أنت متعملش ما بتصينش كويس. ويقولك كمان هي غير منظمة، يعني أنت بني طريق هنا بس آخره دادلوك ما بيروحش ولا حتة. وكمان يقولك حاجة كمان مهمة جدا وده محور الكلام النهاردة، غير عادلة، غير عادلة جغرافيا، غير عادلة ما بين القطاعات المختلفة. فأنت إيه ده؟ ده كان دار طريق الموت فكر. نعم. كان دار بشده ان انا كمستثمر انا ليه هروح استثمر في بلد ديت. لما رئيس السيسي جه قال لك انا عاوز، بمناسبه الشعار الجميله جمهوريه جديده، انا عاوز ابني دوله حديثه. ازاي ابني دوله حديثه وهي ملهاش بنيه تحتيه قويه؟ بالبلدي كده البنيه التحتيه هي ايد ورجل الاقتصاد. ما ينفعش تبني مصنع، المصنع دايما عاده بيبقى على اطراف المدن عشان التلوث والزحمه وحاجات كده. فانت لو ما فيش بنيه تحتيه بتاخد منتجات من عنده، ما فيش بنيه تحتيه بتودي العمال ليه، مش هيشتغل. فانت قبل المصنع كان لازم ايه؟ بنيه تحتيه. والمصنع نفسه هنتكلم عليه دلوقتي. طيب ما هو لو ما فيش بنيه تحتيه مش هيبقى فيه استثمار خالص. هو ده المقصود بيه ترفيق الاراضي. نعم. اللي كان النهارده برضو سياده الرئيس اشار له. النهارده احنا بنتكلم على ايه حضرتك؟ بنتكلم على بنيه تحتيه كافيه ومنظمه ومستدامه وعادله، وهشرح كل واحده من دول بالراحه خالص. طيب اول حاجه احنا صرفنا ايه اصلا؟ يعني خلال السبع سنوات، النهارده سياده الرئيس ذكر رقم مهم جدا، قال لك احنا صرفنا بالظبط 6.2 تريليون جنيه مصري على مشاريع البنيه التحتيه. اول صعيد بس. لا احنا ده الرقم المجمل. بس علشان في مشروعات اخرى تم صرف عليها اكتر. نعم. يعني بس هو الهدف ان الدوله مش بتستخسر في ابنائها حاجه، المهم ان هم يشعروا اطلاقا برضا التام، ولسه ممكن نصرف اكتر. انا بقول لحضرتك كان احد اهداف الرئيس من البدايه ان يا جماعه النهارده كنت بفكر كده كام، وده سؤال كده على طول جه في ذهني، كام رئيس مصري راح الصعيد؟ رئيس سيسي من ساعه ما جه كام راح كام مره الصعيد؟ كتير جدا ما تقدريش تعدي. إذن الاهتمام واضح وصريح، كان في عدم عداله واضح. احنا النهارده ما عدناش بنتكلم على ده، انت بتشتغل في الصعيد زي ما بتشتغل في القاهره والجيزه، زي ما بتشتغل في اسكندريه، زي ما بتشتغل في المنوفيه. احنا بقى مصر بقت عارفه حضرتك زي ما قلت لك كده حاجه كده مهترئه وغير ومجزأة بشكل كبير. انت دلوقتي احد اهم المشاكل، وحضرتك بتسالي المنتجين بتوع الصعيد قبل 2013 كان يقول لك دايما انا هودي منتجاتي فين بعد ما انتجها. دلوقتي حضرتك شوف المحاور اللي على النيل كام، انا بتكلم بس محاور على النيل، شوف الطرق، شوف المصانع اللي تمت توطينها بالكامل في الصعيد. ده مساله مهمه. بس خلينا نرجع، احنا انفقنا قد ايه؟ اول حاجه احنا انفقنا على اتجاهين. انا يا جماعه انا مش ببني بس طرق وكباري، ده انا بعمل مستشفيات، بعمل مدارس، بعمل مصانع، برفق لهذه المصانع. ده كله من ضمن ال 6.2 تريليون. طيب انا هستفيد من ايه؟ انا كاحمد، لا انا بصراحه انا مش مصدقك. انا هستفيد ايه من الكلام اللي حضرتك بتقوله لي ده؟ انا هقول لحضرتك هستفيد حاجتين، والكلام ده مش من كلامي، هاذكر بعض التقارير في اثناء الكلام. اول حاجه استفاده مباشره، اهالينا اللي اشتغلوا في هذه المشروعات، في وفقا للاحصاءات عندنا حوالي 2 مليون مصري من التعليم الفني والتعليم اللي هو التعليم المتوسط والتعليم العالي، استفادوا 2 مليون فرصه عمل ظهرت في هذه المشاريع خلال السبع سنين اللي فاتوا. في الانشاءات والتشييد بس في القطاع ده بس ولنا حوالي 750 الف وظيفه. ده في حد ذاته مهم جدا، ومهم جدا كمان في السياق والتوقيت. انت عندك ازمه طاحنه، اقتصادات كبيره جدا بتعاني من خلالها، سواء أزمة الكساد السابقة لمسألة الوباء كوفيد 19 أو اللاحقة لي لغاية دلوقتي في اقتصادات بتعاني وبشدة من هذا الوباء.
فاذا التوقيت التدخل نفسه مهم. انت كنت لازم تعمل كده عشان تخلق فرص عمل للناس دي. الشيء الجميل الاقتصاد يقول لك ايه، عاده الفئات اللي هي الطبقه المتوسطه والفقيره الميل لحد الاستهلاك، يعني ميلهم ان هم يصرفوا الفلوس اللي بيكسبوها كبيره، فبتشغل عجله الاقتصاد. حضرتك تخيل اديتي العام النهارده اتفضل ادي 100 جنيه اليوميه بتاعتك النهارده، فهو مش هيحوش بقى 50، هو هيروح يصرف ال100، هيروح عند البقال، فالبقال هياخد فلوس، حرفيا بتشغلي عجله الاقتصاد. ده مهم. طيب الحاجه الثانيه وده على فكره اهم عندي من التاثير المباشر، ان انا حرفيا كده انا ولاول مره في تاريخ الاقتصاد المصري وانا ده على مسؤوليتي في نوع من انواع العزف المتكامل، دي سيمفونيه الدوله باجهزتها المختلفه بالسياسات المختلفه بتشتغل مع بعض في هارموني وفي تجانس بديع. ان انت عندك هنا السياسه، انا والله بعمل طريق بس انا عارف بعد ما اعمل الطريق ده انا في مصنع هيبني. حضرتك انا كنت يمكن علقت على نفس القناه في لما افتتحوا مصنع لانتاج المنتجات الغذائيه في عند اهلنا في المنوفيه، انا قلت يوميها حرفيا كده النهارده عيد. انت انا ما كنتش بعمل الطرق دي للا شيء، انا كنت بعمل ده الترفيق ده وترفيق المنطقه بالكامل عشان هفتح مصنع اخويا هيشتغل فيه، ابن عمي هيشتغل فيه، فانا عملت المصنع ده والطريق ده بعد كده هينقل منتجاته من المنوفيه لاقصى الصعيد، انا البلد كلها مسوكه. دي اول حاجه. ان انا زي ما قلت لحضرتك في البدايه البنى التحتيه وانا ببني البلد كلها. واحنا بنبني مصانع يا استاذ احمد، يا دكتور احمد انا عايز افكرك ان احنا كنا بنقفل المصانع دي لان كان في تعثر كتير. والناس كانت بتفتح كافيهات. وتقول لك اوفر واسهل وصح. او تكاتك. لا بس بقول لك بجد ده فعلا ده حصل في وقت من الاوقات. فيعني النهارده اتجاه الدوله انها بتساعدك انك تبني وبتساعدك انك تنهض مره اخرى لو تعثرت. انا عايز اتوقف كمان عن نقطه مهمه جدا. تقنين اوضاع اصحاب المصانع غير المرخصه. النهارده السيد الرئيس كان حريص جدا على الاشاره لهذه النقطه. مين هم المقصود بالمصانع غير المرخصه والدوله هتستفيد ايه لو يتم ترخيصها؟ ونحط ده يعني سؤال حضرتك مهم جدا، نحط ده في سياقه. الدوله دلوقتي الحمد لله قارني حضرتك بين الاداء الاقتصادي المصري وفقا مثلا تقارير البنك الدولي او غيرها من المؤسسات الدوليه مثلا دوينج بزنس او مؤشر اداء الاعمال، لا طفره رهيبه سواء المستثمرين المصريين او غير المصريين. دلوقتي احنا خدنا خطوات جاده للغايه، انا بعملت لك كل البنيه التحتيه بقول لك من فضلك تعالى. ايه هي المشكلات؟ والسيد معالي رئيس مجلس الوزراء شوفي كميه اللقاءات اللي عملها مع المستثمرين. دلوقتي بقول لحضرتك ايه اللي مضايقك؟ تعالى اساعدك ان احنا نحل المشاكل ديت. متعثر؟ تعالى نشوف ازاي هنساعدك نظام مصرفي. عملت له بقول لحضرتك منظومه متكامله. دلوقتي عاوز القروض ميسره سعر الفايده عالي عليك شويه؟ عاوز نديك فتره براح او مده سماح اطول؟ فاذا انا بستخدم كل الادوات المتاحه سواء السياسه النقديه زي ما قلت لحضرتك، سعر فايده بيسموه محابيه او قليل اقل من السوق شويه للانشطه اللي انا عاوز اصدر منها. انا بقول لك تعالى عاوز المنطقه دي كامله، ادخل في المنطقه زي ما معالي رئيس هيئه التنميه الصناعيه النهارده منطقه كامله، حضرتك ادخل على المفتاح وشوف ايه الخدمات الماليه وغير الماليه اللي ناقصاك وانا هعملها لك للقطاع الخاص ككل. يجي طب الناس اللي قفلت حضرتك في حاجات ديت ده بره ايد الدوله، حصل ظرف عالمي اضطرنا الاغلاق في بعض الفترات ومصر كانت من انجح الدول يمكن ربما في مرونه الاغلاق واعاده الفتح. ده بره ظروف طلب، ظروف المعادله الدوليه كلها تتغير دلوقتي، بس انا بقول لك استل تعالى نقعد سوا. حضرتك ايه اللي مضايقك؟ لاني انا شايف الحكومه والدوله المصريه ان هو وجد حد يقعد معاه. نعم ودي بدايه الطريق. نعم ما انا اقول لحضرتك انا ده ظرف عالمي مش بس مصر، حضرتك شوفي راجع الاحصاءات ده العالم كله بيمر بحاله من الركود الصعبه يعني. لكن في مصر الحمد لله يعني افتكر الوضع افضل كثيرا. طيب انا عاوز اقول اول حاجه الدوله بتقول للقطاع الخاص بشكل واضح وصريح، الكلام ده ماشي بقاله 6 شهور دلوقتي، من فضل حضرتك انت دي بلدك، انا زي ما سهلت لك كل الامور تعالى بلدك اولى بيك. وطبعا الاستثمار الاجنبي مرحب بيه في كل وقت وفي كل حين في شروط المنضبطه بتاعته. طيب تعالى عاوز تسهيلات ائتمانيه، انا بقول لحضرتك البنك المركزي جزء من السيمفونيه عامل اسعار فايده محابيه للقطاع الصناعي تحديدا، لان انا عاوز اقول انا عاوز في النهايه اصنع واصدر اوصل ل 100 مليار، فتعالى هديك فايده. طيب عندك مشاكل اداريه،
انا عملنا لجان داخل الحكومه، تعالى حضرتك المشكله الفلانيه، لا انت عندك مثلا ضرائب متاخره انا هشيل عنك الحجز، ودلوقتي قصت الضرائب ديت براحتك، هديك فتره سماح سنه كمان. اذا من الناحيه الماليه البنك المركزي شغال، وزاره الماليه شغال، الموظفين الحكوميين دلوقتي الدوله لا تتوانى ولا تتهاون مع اي فاسد مهما كان منصبه. وافتكر دي برضو يا جماعه احنا بنتكلم على تغييرات جذريه في اداره منظومه الحكم في مصر. انا لو انت شخص امين انت معايا وضمن هذه المنظومه في العمل، انه نعم. عايز يشتغل هنساعدك بكل ما لدينا من امكانيات. رانيا هانم، احنا لدينا الان رئيس جاد ورئيس وزراء محترم لا ينام، الناس دي لا تنام، وبقول لك انت ايه اللي مأخرك وانا هساعدك بمنتهى البساطه. زي ما قلت لحضرتك فلوس سياسه نقديه، تعال خد اسعار فايده محابيه، واحنا بنحاول نقلل سعر الفايده دلوقتي. المصانع غير مرخصه عشان الناس ما فهمتش. طيب. ده المصانع غير مرخصه حضرتك، اول حاجه لما تبقى غير مرخصه، لو عامل لا قدر الله بيشتغل في هذا المصنع حصل له ظرف حادث معين، حاجه اقعد في البيت خلاص الموضوع انتهى والى الابد. انا عاوز اقول ارخص ليه؟ عشان اخد منك فلوس؟ لا، في بدائل كتير على فكره، في ان انا احول غير مرخص لمرخص، ممكن ما اخدش منك فلوس خالص. بس انا عاوز اول حاجه، لو انت حضرتك تخيلي مصنع بينتج جبن، وده يمكن حصل من فتره، انا اول حاجه ولا انا شايف مدخلاته عامله ازاي ولا مخرجاته عامله ازاي، فانا عاوز احافظ على صحه المواطنين. الحاجه الاهم زي ما قلت لحضرتك، انا مش عاوز يبقى عيني عليك عشان اراقبك، انا عاوز يبقى عيني عليك عشان اساعدك، لانك جزء من ميكانيه من ديناميكيه هذا الاقتصاد، جزء من الدوله. نعم، والرئيس السيسي النهارده يعني احنا كلنا يعني ابناء المجتمع واحد وعايزين المجتمع ده ينهض. يعني انا افتكر ده افتكر صاحب الشركه المحترم رئيس السيسي ذكره بالاسم، ده عيد بالنسبه له النهارده، يعني الرساله كانت واضحه بالنسبه لي انا على الاقل. الراجل ده بيقول لك انا معاكم، انتوا بتساعدوا، وهو قال جمله جميله يعني، انا بتبني بلدك قبل حقيقي، قبل ما يكون في مكسب هتكسب مع الدوله. وقال بشكل واضح احنا اللي بنشتغل مع الدوله والقطاع الخاص، هو احنا حرفيا بنبني معا لبلدنا، لبلد واحده. فاذا انا بوفر لك التمويل اللازم وبحل لك المشكلات الاداريه، ولو في حد بيضايقك من الاداره خد بالك انا لا اتستر على احد بشكل واضح وصريح، انا ضد الفساد. منظومة الدولة موجودة علشان تساعد القطاع الخاص مش عشان تعطله، احنا لسنا في منافسة، بالعكس احنا في بنهيئ لك المناخ العام والبنية التحتية المناسبة ان حضرتك تنتج وتنتعش وتكسب. طبعا عايزة ارجع تاني برضو للمشروعات اللي بتبنى على ارض الصعيد. نعم. دلوقتي اللي بيستهدف او المستهدف من هذه المشروعات هو ابناء الصعيد. نعم. كتير قوي منهم هاجروا المحافظات. نعم. وكتير قوي منهم بيشتغلوا في اماكن تانية، ازاي اجذبهم عشان يرجعوا مره تانية؟ هو في ناس اوريدي، انا بقول لحضرتك في التاثيرات غير مباشره، لو رجعنا للنقطه الاولى، الناس اللي اشتغلت خلاص دول اشتغلوا، لكن في حاجات تانية. تخيلي حضرتك مثلا مزارع في الصعيد ازاي استفاد لما انا بطنت الترع، هل انا بطنت بس في القرى؟ لا، انت بطنت في الصعيد بشكل اساسي وفي الارياف في الواجهه البحري. عارفه حضرتك كميه الميه اللي هو كان بيدفع ثمنها قد ايه؟ الدوله ما خدتش من المزارع حاجه، لكن هل الراجل ده استفاد؟ اه طبعا استفاد، ان دلوقتي المحصول بتاعه هيبقى اكبر والتكلفه بالنسبه له هتبقى اقل. ده مثلا لو بصيت على قطاع الزراعه. قطاع الصناعه، لما انا بنيت مدارس، انا دلوقتي حضرتك في المصانع بتاعتك بدل ما كنت بتشتكي ان العماله غير مدربه وغير ماهره، دلوقتي بقت عماله مدربه وماهره لما عملت لك ترفيق كامل للمنشات للمناطق الصناعيه. هقول لحضرتك حاجه مهمه جدا، الطرق ديت وهو الساده الشغالين في وزاره بالعربي اسمها ايه، الاسكان والمرافق، معلش انا اسف، الهدف الاساسي هو ربط مناطق الانتاج والتصنيع بحاجتين، بمناطق التوزيع. يعني انا مثلا انا بعمل الومنيوم، انا عارف ان انا هصدره مثلا لكذا، انا بشتغل على الطريق ده اللي هيصدر منتج، يبقى توزيع سواء محلي او ان انا اصدر، بربطه بالمواني. دي حاجه في منتهى الخطوره وزودت كمان ترتيبنا في المؤشرات الدوليه. على ذكر بقى وزاره الاسكان، في توسيع عمراني. في مدن جيل رابع بتنضم للصعيد. يعني مش بس مشروعات صناعيه. في تمكين اقتصادي للمراه. انا لان انا بحب اتكلم في الموضوعين دول. بص يعني في، انا قلت لحضرتك كان في نظره غير عادله لمصر بامانه شديده. دلوقتي احنا بنتكلم على مجتمع واحد، نسيج واحد، في ترابط وتآقي. الرئيس السيسي بيهتم فئتين، وفي الحقيقه ده يشاد بيها، بدور المراه، هو دايما يقول المراه الام، المراه اخت، المراه الزوجه، في ده بشكل واضح. وحضرتك شوفي نصيبهم مثلا في الحملات اللي بتقوم بيها وزاره الصحه، الاسكان، وفي كل القطاعات. الحاجه الثانيه بصراحه اللي بتمس قلبي انا شخصيا، اهتمامه بذوي الهمه.
انا اليوم اللي الرئيس السيسي تبنى فيه هذه المجموعه افتكر دي اطول فتره الرئيس السيسي قضاها في اي افتتاح ممكن. ده بترسل رسائل طيبه جدا في نفوس المستقبلين لهذه الرسائل من ابناء مصر، ان احنا انا مش ببني بلد غير بلدي، انا مش بعمل، هل احنا عملنا حاجه في غير مصر؟ احنا بنبني في مصر. هذه انا يعني الحقا بده مشروع حياه كريمه. المشروع ده بشوف حضرتك الناس المجتمع الدولي استقبل ازاي، ده اكبر مشروع تنموي على ارض الواقع بينفس في العالم بشكل قاطع. انت حقيقي، انا مش عاوز ابني طرق عشان اخد فلوس، لا انا عاوز انا اجيب المدرسه لحد عندك، اجيب المصنع لحد عندك، ان انت تشتغل جنب بيئتك الطبيعيه، ان انت تحس ان انت مواطن كريم في بلدك. الاسم نفسه. على ذكر حضرتك في ناس كتير قوي من ابناء الصعيد، يعني انا فاكره كان زملائي في الكليه يقول انا مش عايز لما اتخرج اتغرب. نعم. انا الكلمه دي توقفت عندها، قلت له اتغرب بمعنى ايه؟ قال ان انا يعني اقعد في القاهره واشتغل فيها. بالنسبه له ان التنقل من محافظه لاخرى هو غربه. نعم. يعني احنا ما نستغربش ابدا ان الناس دي نفسها انها تعيش في محافظتها وان تلاقي كل الخدمات اللائقه موجوده. انا اقول لحضرتك حاجه، ده اللي بيحصل دلوقتي. نعم. اقول لحضرتك حاجه ممكن الناس ما تتكلمش عنها، مساله قوائم الانتظار دي حاجه ثانويه لغايه، لكن الحاجات دي مؤثره جدا. انا قلت يوميها كنا بنتكلم على صديق مع على هذا الموضوع، فقلت له ان انا اثر قوائم الانتظار لشهر بالنسبه لي حد ساكن في القاهره، انا بالنسبه لي ان انا لو اثرت قوائم الانتظار لشخص يوم واحد في الصعيد هو اولى عندي ان انا اثر قوائم الانتظار لمده شهر في القاهره. انت تكلمي دلوقتي في نوع من الايقاع والاهتمام، عارفه نظره او نظره عين للفئات اللي طالما تهمشت في مصر. احنا دلوقتي بنتكلم على مصر جديده. ابرز الافتتاحات الحقيقه اللي دايما بتعجبني انه دايما سياده الرئيس بيبقى حريص ان هو يبقى فيه اسم حلو. نعم. فتوقفت على كلمه بشائر الخير. بشائر الخير. فانا حاسه ان كل افتتاح سياده الرئيس بيعمله هو فعلا جزء من بشائر الخير. نعم. بشكرك شكرا جزيلا على تشريفك لنا دكتور احمد رجب استاذ الاقتصاد بجامعه القاهره، بشكرك على هذه الايضاحات. مشاهدينا الكرام، اجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ دقائق معدوده اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بان الاتصال تناول استعراض تطورات الاوضاع الراهنه في ليبيا، حيث اكد السيد الرئيس ان مصر مستمره في جهودها ومساعيها لتقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيين حتى يتسنى لليبيا عبور المرحلة الانتقالية الحالية وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي الشقيق في اختيار قياداته وممثليه. وقد تم التوافق بين الجانبين خلال الاتصال على أهمية تكثيف الجهود المشتركة والتنسيق المتبادل بين مصر وروسيا لتسوية الأزمة الليبية وتحقيق الطموحات المنشودة للشعب الليبي في مستقبل أفضل، وكذلك مكافحة وتقويض الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي. وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية الروسية، أوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد تطلع مصر لتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع الأصعدة امتدادا للمشروعات الهامة التي تعاون البلدان في تنفيذها في مصر، وفي مقدمتها محطة الضبع للطاقة النووية والمنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس، وهي المشروعات التي من شأنها أن ترسخ الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين وتعمق روابط الصداقة والتعاون الثنائي لصالح الشعبين المصري والروسي. من جانبه أكد الرئيس الروسي بوتين الأهمية التي توليها بلاده لتطوير العلاقات الثنائية في مصر في الفترة القادمة وفي إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين. ده كان مجمل الاتصال الهاتفي اللي تم منذ دقائق معدودة بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أعود وألقاكم بكرة إن شاء الله في صدى جديد مع رانيا هاشم. إلى اللقاء.